بعد أعمال ترميم وتأهيل استغرقت عدة أشهر، أعيد افتتاح شارع المتنبي العريق وسط بغداد بحلته الجديدة في أجواء احتفالية وحضور ثقافي وشعبي كبير، إلا أن إعادة افتتاح الشارع بعد الانتهاء من إعماره تسببت في ارتفاع إيجارات المكتبات والمطابع، ما انعكس سلبا على التجار والباعة وزاد من أسعار الكتب. من صار التعمير داخل شارع المتنبي، أصحاب المخازن أو أصحاب القطاع الخاص صعدوا الإيجارات علينا، وهاي تعرف أنت هاي كلها عبء أعباء علينا. فمن راعي من نذكر يعني نقول أمانة بغداد تقوم مشكورة بملاحظة هذا الموضوع. ويقول أصحاب المكتبات إن عملية الإعمار شابها كثير من الفساد، وتحول الهدف منها إلى عملية تجارية لتحقيق الأرباح والمكاسب للمسؤولين عن هذه العملية. شارع المتنبي كان متكامل من ناحية الإعمار ماله، والظاهر بأنه أكو عملية فساد صارت في شارع المتنبي عن طريق الاتفاق أمانة بغداد مع هيئة المصارف. هو مشروع قديم على أساس أن تكون منظمات مجتمع مدني تقوم بعملية تطويره، لكنه تحول إلى شغلة يعني فيها ملابسات كثيرة. فيما يرى آخرون أن عملية الإعمار كانت دعائية لتغيير الطابع الرئيسي للشارع وتحويل وجهة رواده من مثقفين وقراء إلى سائحين ومتسوقين. شارع المتنبي الإعمار اللي صار به هو أنا برأيي هو دعائي أكثر مما هو حقيقي، بحيث هو يعني اتخذ صورة وشكل زاهي في جانب آخر، بس خفايا الأمور الأخرى عديدة. من ضمن هاي الأشياء يعني شارع تحول إلى شارع سياحي مو شارع للكتب. ورغم أن الترميم والإعمار جمل من صورة الشارع وزينه، لكن أثر أيضا على مطابع الكتب. الوضعية صار ترميم خارجي شارع المتنبي العام، هذا أثر علينا إحنا جوا المعامل، أثر على المعامل الداخلية وعلى المحلات الداخلية التجارية وعلى المخازن تأثير جذري. يعني أبو المال جوا قام يغلي الأسعار، غلى الأسعار علينا إحنا بالداخل. ما والله صار شارع المتنبي صار شارع تجاري، إحنا شعلينا إحنا بالداخل ما لنا دخل. إعمار وترميم أحد أهم وأعرق المعالم الثقافية الحديثة في العراق بعد الإهمال الذي طاله، يمثل نقطة بارزة في مسار عودة الحياة الثقافية إلى بغداد، لكنه جاء على حساب أصحاب المحال المتوزعة على جانبي شارع المتنبي وزاد من أعباء إيجار محلاتهم.